يسأل حظ الإنسان من قيام الليل إذا أراد به وجه الله وصدق يكون من أعظم أسباب رؤية وجه الله. إذا قال أحد ما الدليل؟ فإن الله جل وعلا قال عن مقام عظيم آتاه لنبيه وهو المقام المحمود، قال ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقرن القيام بالليل والتهجد في الليل بإتيانه المقام المحمود، وكذلك رؤية وجه الله مقام عظيم ومنزلة شريفة. فمن أسباب نيلها قطعا أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل. ثم إن الناس تفاوت أعمالهم، المهم أدنى الكمال 3 ركعات. هل إذا من صلى يعني هذه ركعتين مثلا وركعة واحدة الوتر يعتبر قام الليل حتى لو صلى يعتبر قام الليل؟ لكنه لم يوتر، لكن السنة أن يوتر، قال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا